وصلنا إلى فقرتنا الطبية الأسبوعية رعاية وشفاء مع مستشفى طيبة، واليوم راح نركز أكثر على أهمية قسم الطوارئ ودوره في استقبال الحالات الصعبة والحرجة في حوار خاص مع الدكتور عماد عبد الواحد رئيس قسم الطوارئ في مستشفى طيبة. نصبح عليك الخير بداية دكتور. صباح النور. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع إن شاء الله. دكتور عماد عبد الواحد استشاري باطنية وطوارئ ورئيس قسم الطوارئ في مستشفى طيبة وأستاذ الباطنية والطوارئ في جامعة 6 أكتوبر بمصر، ولديه خبرة في مجال الطوارئ الطبية بالكويت أكثر من 20 عام، وهو ممتحن دولي لشهادة الزمالة البريطانية MRCP، حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة وماجستير أمراض الباطنة بالإضافة لدكتوراه في أمراض الباطنة من جامعة عين شمس، وأيضا زمالة في أمراض الباطنة من لندن وزمالة الطوارئ الطبية من كندا، وهو محاضر لطلبة السنوات النهائية بكليات الطب ومشرف على العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير ومدرب لدورات الإنعاش القلبي والرئوي ورسم وسونار القلب. صباح الخير دكتور. صباح الخير. يعني نعرف ان حالات الطوارئ قد تكون للامور الطارئه اكيد في حال قدوم المريض او الحاله الى باب الطوارئ، ولكن ما اهميه او سرعه استقبال المريض لتشخيص حالته؟ سرعه المريض بتختلف طبعا من مريض لاخر، وخصوصا لو كانت حاله المريض من الحالات الحرجه، والحالات الحرجة بالنسبة لنا بتعرف من اليمة الطوارئ أو الحاجة الطبية البحتة. إذا كان في طبعا في انخفاض في الضغط أو في ارتفاع بالضغط بشكل عالي، إذا كان حالة المريض بصفة عامة يبدو عليه نوع من الهذيان أو نوع من الضعف، في صعوبة في التنفس بشكل كتير، في بيبان على المريض كمية من العرق بشكل يعني ملحوظ، كل دي معناها أن العوامل الأساسية للمريض غير طبيعية، خاصة بالنسبة للضغط أو بالنسبة للنبض أو بالنسبة للحرارة أو التنفس. أكيد. فده حالة المريض دي بتبقى حالة حرجة، لابد أن احنا بنعالجه في غرفة الإنعاش، وبنبتدي على يعني بمراحل. المراحل دي هي ABC مفروض لأي طبيب طوارئ. واحد، لازم نعدل موضوع النفس، لو في أي خلل في التنفس عن طريق اللي هو الجهاز التنفسي أو عن طريق الرئة، بارتفاع التنفس أو بانخفاض التنفس، هل المريض ده هيحتاج جهاز تنفس صناعي أو إن احنا بنوصل له أنبوبة حنجرية أو بيحتاج كمية أكسجين إضافي؟ طبعا ده رقم واحد. اتنين، لو الحالة اللي هي الدورة الدموية بتاع الإنسان، الدورة الدموية الخاصة بمعدل الضغط ومعدل النبض، لو في أي خلل في الدورة الدموية بالنسبة للنبض أو بالنسبة للضغط، لابد برضو التعامل معها بشكل سريع. فبيتحط المريض على مونيتور، وبنراقب المونيتور ده اللي هو بيسجل الكهرباء بتاع القلب في شكل ويفز ان احنا بنشوفها على الاجهزه، وهل المريض محتاج لنوعيه معينه من الادويه او بيحتاج لنوع من الصدمات الكهربائيه. فديت معظم الحالات الحرجه. طبعا دي بتبقى رقم واحد، وهي رقم اولويات طبيب الطوارئ اللي لازم يتدخل فيها بسرعه، لان عامل الوقت زي ما حضرتك قلتي مهم جدا جدا، الثواني بتفرق في حياه المريض. اكيد الثواني. اكيد هذه الحالات الطارئه. طيب دكتور، في بعض المستشفيات الخاصه ما تتعامل مع بعض الحالات الطارئه، واحيانا تقول انه يحولونها الى مستشفى حكومي، هل تتعاملون مع كل الحالات الطارئه؟ يعني ممكن يكون في تحاليل ايضا لها مثلا تستجيبون لها، ولا ممكن في بعض الحالات ما تستقبلونها؟ لا، اي مريض طوارئ مجرد انه دش المستشفى لابد انه يتعامل معاه، يعني طالما ان الحاله حالته طارئه زي ما قلت لحضرتك، ان في خلل في التنفس، خلل في الضغط، خلل في النبض، لابد التعامل معاه، ان نرجعه الى حد ما للعوامل الاساسيه بالنسبه له، الوضع المستقر، الوضع اللي هو المستقر او الشبه المستقر، لان دي في خطوره على حياته. وبعد كده هل امكانيات المستشفى بصفه عامه قابله انها تتعامل معاه على اللونج ران او على بعد الساعات الاولى او الساعات الحرجه، ولا غير قابله؟ لان بتختلف من مستشفيات الى مستشفيات. حتى في فلو المريض محتاج جهاز تنفس صناعي ومحتاج عنايه مركزه، في بعض المستشفيات الخاصه غير مؤهله او غير ان هو على اللونج ران يتعامل معاه. لكن طالما المريض دش المستشفى لابد ان يتعامل معاه بالحاجات الاوليه، وحالته تبقى شبه مستقره او مستقره، وبعد كده بيقرر ان هو ممكن يتحول لمكان تاني يجد الفرصه في العلاج بشكل افضل. لكن ان اي مستشفى ترفض حاله طارئه طبعا ده غير قابل طبيا، ان اي مريض بيدش في حاله طارئه لابد التعامل معاه بشكل ما او باخر.
نعم. لغايه لما حالته تكون شبه مستقره او مستقره. طيب في يعني قسم الطوارئ اللي هو الامرجنسي روم اي ار قد يكون وضع للطوارئ فقط، ولكن قد نشاهد ازدحام في وقت وجود العيادات، يعني من المفروض ان يكون هناك نصح للمريض بان يتجه للعياده الخاصه بعد التشخيص الاولي بدلا من الضغط الموجود في الطوارئ، فهل تتعاملون مع هذا الشيء؟ التعامل ده حضرتك وده حاجه انترناشونال وحاجه موجوده وبتتعامل، وده الحمد لله دي ميزه موجوده في مستشفى طيبه اللي هي واخده شهاده من انواع الجوده اسمها ال ال اس، فشهاده الجوده في حاجه اسمها ترياج بوليسي. الترياج بوليسي ان بيكون مشرفه التمريض واحده عندها خبره طبيه من الخبره الطبيه الكفاءه انها زي تعمل ترياجنج، انها تفلتر الحالات، ان في حاله ممكن يقعد ينتظر 10 دقائق، في حاله ممكن نص ساعه، في حاله لابد يدش على طول على الطبيب حالا. فهي بتقدر ازاي تفلتر الحاله، الحاله المحتاجه اي تدخل سريع لابد انها هيكون له الاولويه ورقم واحد، ودي بنعاني منها الى حد ما، بس طبعا معظم المرضى بيستجيبوا لما بيحس ان دي حاله طارئه خلاص، بينتظر بيقعد ينتظر ال 10 دقائق او ربع ساعه. لكن لما بيكون في مريض جاي بالحاجات الاساسيه النشله البلعيم الحاجات الخفيفه ديت طبعا، وفي حاله حرجه حاله قلب او في حاله صدمه كهربائيه او شيء، ده له الاولويه. الاولويه حق الحالات الحرجه. نعم، فعن طريق اللي هو النظام او حاجه اسمها الترياج بوليسي بنقدر ان احنا نفلتر الحالات ونعرف مين اللي له الاولويه في الحاله. صح. من اليمه الطبيه البحته. طبعا في بعض المرضى بيحصل فيه بيتضايق او يعني ازاي انا اللي جاي الاول وانا ده دوري مش دور، لا هي فكره الطوارئ ما فيش فيها دور، الطوارئ الاولويه بالنسبه للمريض مش على حسب الدور او الرقم او شيء، يبقى على حسب الايه الاسعاف الحاله. نعم. اكيد دكتور، احنا تونا شفنا يمكن لقطات من اقسام مستشفى طيبه، زين شو اللي يميز نقول قسم الطوارئ في مستشفى طيبه عن بقيه المستشفيات؟ قسم الطوارئ الحمد لله ان فيه الاستعدادات كافيه، احنا عندنا غرفتين يعتبر سريرين انعاش، يعني ممكن نتعامل في حالتين في نفس الوقت. في نفس الوقت يعني دي برضو دي ميزه في مستشفى طيبه، ان احنا ممكن نتعامل لو جت حالتين طارئه في نفس الوقت مهما كانت نوعيه الحالات، سواء حالات قلب، حالات حروق، حالات جروح، حالات كسور، الاشياء دي نتعامل معاها في نفس الوقت بالنسبه للفريق الطبي كاطباء او بالنسبه للتمريض. فطبعا دي بتدي امكانيه ان احنا ممكن نستقبل عدد حالات بالحمد لله بشكل افضل. الشيء الثاني ان كل المعدات او الاجهزه الطبيه الحمد لله متوفره وكلها على طول بيتشيك عليها بشكل دوري او بشكل من حيث الكفاءه او من حيث العمل، فالاجهزه الطبيه اضافه عندنا الحمد لله فريق طبي، يعني موجود فيه 2 كونسلتنت موجودين في في قسم الطوارئ، يعني بيتغطي ال 24 ساعه مع خبره التمريض. فالحمد لله ان اي مريض بيجي في حالات طارئه بيتقدم له الاسعافات المطلوبه. يعني انا خلال 3 سنوات في عملي في مستشفى طيبه ما فيش حاله طارئه الحمد لله انتكست او يعني خرجت المستشفى بشيء انه المفروض انه يتعمل من اليمه الطبيه وما اتعملش. فيعني او ان احنا في مريض مثلا المفروض يتقدم له شيء معين وكان غير متاح او غير موجود نتيجه لكفاءه طبيه او معدات او شيء او زي كده. نعم. فالحمد لله كل الاشياء ديت متوفره وكل الاشياء اللي هي ممكن تتعمل للمريض من يم التحاليل أولية، لأن في قسم الطوارئ فيه تحاليل أولية ممكن تعمل زي تحليل السكر، نسبة الأكسجين في الدم، تخطيط القلب، الأشياء دي كلها دي موجودة وبتتعمل، وكل عمل الوقت فيها ما بياخدش مثلا ممكن من دقيقة لدقيقتين. طيب في حال الطوارئ قد نكون احنا بحاجة إلى سيارة إسعاف خاصة من مستشفى خاص، لا نود أن نتجه في بعض الأحيان إلى الحكومة، كيف سنتصرف بعد البريك؟ رجعنا معاكم في رعاية وشفاء. دكتور، قد نسأل أن في بعض الأحيان يفضل البعض أن المستشفى اللي هو يتعالج عنده في حالة الطارئ أي بسيارة الإسعاف يأخذه من موقع الحادث أو من موقع اللي موجود فيه، كيفية التصرف في حال ذلك إذا أردت أن الإسعاف لمستشفى طيبة؟ في كل المستشفيات الخاصة في الـ في الـ في الكويت، ودي أعتقد حاجة أساسية في أثناء الترخيص لابد يكون معاها سيارة إسعاف. سيارة الإسعاف في مستشفى طيبة في سيارة إسعاف خاصة بالمستشفى بيتشيك عليها يوميا من حيث الامكانيات بتاعتها في الاجهزه المتاحه، الاكسجين، الصدمات الكهربائيه، اي خدمات ممكن يحتاجها المريض اثناء التنقل. ميزه في مستشفى طيبه كان عن طريق البوليسي بتاع المستشفى ان اي مريض هيتحول من المستشفى لاي مستشفى حكومي او لاي مكان اخر حسب رغبه المريض او على حسب حاله المريض لابد من وجود تمريض معاه، ممرضه وطبيب
برضو، لان في اثناء التنقل العشر دقائق والربع ساعه والمسافه اللي ياخدها لو المريض حصل له اي شيء لابد يكون موجود معاه طبيب. فاحنا مقررين في المستشفى ان ممنوع اي حاله تتحول المستشفى الا في وجود طبيب وممرضه يكون موجود. لا. اذا استلزم تدخل طبي لاي ايه لاي شغله ايه للمريض. فدي موجود عندنا الاسعاف والحمد لله مجهزه بكفاءه عاليه يعني لو احنا هنحول مريض لاي مكان. طيب دكتور، احنا مجهزين تقرير خاص عن قسم الطوارئ لمستشفى طيبه، خلونا نشوف هذا التقرير. يتميز قسم الطوارئ بمستشفى طيبة عن غيره من أقسام الطوارئ بالكويت بوجود نخبة من الأطباء والتمريض ذو الكفاءة الطبية العالية والمشهود بها دوليا من حيث الخبرة وشهادة الجودة العالمية GCI. يعمل القسم على مدار 24 ساعة يوميا لاستقبال جميع الحالات الطارئة والحرجة بكافة أنواعها، على سبيل المثال للحصر أزمات الربو السبعي، الأزمات القلبية الحادة وجلطات القلب والذبحة الصدرية والسكتة القلبية والدماغية وهبوط عضلة القلب، السم الدموي، الغيبوبة بأنواعها، ارتفاع الضغط والسكر، جميع حالات النزيف الداخلي أو الخارجي والنزلات المعوية والتسمم الغذائي وجميع حالات الكسور والجروح والحروق. يتم استقبال المريض وتقييمه طبيا وكلينيكيا، ويقوم الفريق الطبي ومن أطباء تمريض مساعدي التمريض بتقديم أفضل خدمة حسب البروتوكولات الطبية العلمية. ومن أبرز خدمات قسم الطوارئ رسم القلب، إجراء قياسات الضغط والسكر وقياس نسبة أكسجين حموضة الدم، بالإضافة لإطار جميع المحاليل والإبر وقياسات غازات الدم والصدمات الكهربائية، الغسيل المعوي والغيارات لجميع حالات الجروح والحروق، وأخيرا عمل جميع التحاليل والأشعات اللازمة. رجعنا. قد نسأل في بعض الأسئلة اللي تدور في بالنا أن القلب ومشاكل القلب قد تكون فعلا طارئة وضرورية، ولكن هل يتم التعامل معها في غرفة الطوارئ أم يتم تهدئة الوضع ومن ثم يعالج في وحدة أخرى من العيادة؟ لا، مريض القلب وخاصة المريض اللي هو معروف أنه هو مصبك، أول ما بيدش في النسبة في غرفة الإي آر أو في الطوارئ، مجرد ان هو معروف انه مريض قلب مسبقا، او انه حتى ايفن لو مش معروف مريض قلب، مجرد انه بيشتكي من الام في الصدر مهما كان السن بتاعه، حتى ايفن لو السن اقل من 30 سنه. نعم. وفي اعراض معينه زي قلنا لو كان في نوع من الدوخه، في نوع من العرق، ده المريض على طول مباشره لازم يخش غرفه الملاحظه او غرفه الانعاش. الفكره الاولى لازم نعمل تخطيط للقلب. بناء على تخطيط القلب بنحاول ان احنا نتعامل مع المريض، هل ده جلطه حاده شيء جديد ولا جلطه مستقره او شيء قديم او شيء. مع التاريخ المرضي بتاع المريض بنقدر طبعا نقيم الحاله دي حاله حاده وحاجه طارئه. فطبعا اذا ثبت ان عنده جلطه في الشريان التاجي فبيتعامل معاه بابر خاصه وباشياء خاصه، وخلال ما فيش نص ساعه او خلال ساعه بيكون المريض انتقل لوحده العناية المركزة الخاصة بالنسبة للقلب، على حسب بيحتاج طبعا تدخلات أخرى، محتاج قسطرة، محتاج إيكو، محتاج أشياء تانية، لكن الأساس إن إحنا لازم تكون الحالة ما تطلعش من غرفة الطوارئ إلا هو مستقر أو شبه مستقر. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين إن حالات القلب منتشرة موجودة في الكويت بسبب الأعراض الأخرى الموجودة، أمراض الضغط والسكري والسمنة والكوليسترول والأشياء دي منتشرة، طبعا حالات بنشوفها بشكل يومي بكثرة يعني. طيب دكتور، بالبيت يعني اكيد لازم الاهل يعرفون شلون يتعاملون مع الحاله الطارئه قبل لا يروحون المستشفى، فاحيانا المريض يحتاج اسعافه فورا، فشلون الاهل ممكن يتعاملون مع اي حاله طارئه بالبيت قبل نقله الى المستشفى؟ طبعا يعني سؤال طيب جدا، ودي فكره دايما بنلاحظها وخاصه في مجتمعاتنا ان الوعي الصحي الى حد ما مش المطلوب. صح. وخاصة مع ناس في البيت بيكون الحمد لله متعلمين وشهادات جامعية، لكن التعامل دايما مع الحالات الطارئة بيبقى فيه نوع من الرعونة والخوف والقلق والتوتر، وده طبعا غير مطلوب. مجرد النظرة العامة إما أنا ما بحس حد من قريبي داخل البيت، الأب أو الأم أو الأخ، أو في علامات معينة غير طبيعي بيبان، يعني إما يبان في نوع من الإيه من الخمول بالنسبة للجسم، العرق الكتير، الشكل غير طبيعي،
ده ما بقلقش بقدر الامكان ان انا بتصل على اسعاف قدر الامكان على حسب ان هو ممكن الاسعاف بتيجي وان اتحوله، وخاصه لو المريض انا عارفه ان هو عنده حاجات، عنده قلب او عنده سكري او عنده ضغط، ده افضل شيء ان انا بتصل بالاسعاف والاسعاف على طول تتعامل معاه بدون نوع من الخوف او بدون نوع من التوتر. لكن طبعا في حالات معينه ممكن الاهل يتعاملوا معاها، خاصة مثلا مرضى السكر، ودي بنلاحظها كتير بمرضى السكر، خاصة بيحصل لهم نوع من الهبوط وهبوط في السكري السكر. فده علاماته سهلة، مجرد ان هو المريض بيحس بنوع من الايه، من الخمول، بعدم التركيز، النوع من الهذيان العام، احيانا بيخش قبل ما يخش في مرحلة الغيبوبة بنعطيله. طبعا لو في جهاز سكري موجود في البيت يفضل ان احنا نعمل فحص، واعتقد معظم مرضى السكر عندهم الجهاز، بسوي التحليل ما بياخدش اقل من دقيقه، واعرف ان الرقم، مجرد ان الرقم اقل من 5 او اقل من 4 مع مريض سكري لازم ياخد اي نوع من السكريات، وينصح بالسكريات الخفيفه، لان في بعض الناس بيدوا في البيت السكريات يعني يعمل ميه بسكر او بيعمل مثلا نوع من لا ده هو مجرد مثلا نوع من الشوكولاته الصغيره بس يبلعها، ده كافي جدا جدا ان يحسن له الوضع خلال ما فيش دقائق، دقيقتين او 3 دقائق، حاله المريض بتختلف تماما والسكر عنده بيرجع للمستوى الطبيعي. فما يدلوش السكريات العاليه عشان فيما بعد ما يرفعش له رقم السكري ونقول ان السكر عنده ارتفع، ودي من الاخطاء الشائعه اللي احنا نشوفها، كان السكري عنده 2 او 3 ومجرد انه خد كميه سكر عاليه طبعا ويديله بكثره، يديله كمية فواكه، كمية مشان شوكولاتات بشكل عالي، مفيش خلال ساعة ساعتين السكر يوصل 25-26، يحتاج ياخد انسولين تاني. دي من ضمن الاخطاء اللي ايه اللي بنشوفها. شكرا دكتور، وشكرا على هذه الرعاية، ونتمنى الشفاء للجميع، ونتمنى ان شاء الله ان تكون معنا في كل اسبوع تطلعنا على نصائح جديدة. شكرا لوجودك معنا. شكرا جزيلا، ان شاء الله لقاءكم ان شاء الله. اذا تابعونا، نتمنى لكم شفاء دائم ان شاء الله.